لماذا أصبحت مديونا وفقيرا؟ هذا السؤال يعني أتاني من أحد الأشخاص وبالفعل فكرت فيه مليا، ويعني حاولت إني أشوف بعض الإجابات لهذا السؤال، خصوصا يا جماعة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وبالرغم من ذلك قررت إني يعني أبحث وأفكر مليا في إجابة هذا السؤال على شكل نقاط. وإذا أنت مهتم بهذا السؤال خليك معي بعد هذا الفاصل لنتعرف على الأسباب والنقاط اللي بتعالج هذه المشكلة، لأنه كثير بيعاني من هذا الإشكال يا جماعة، الفقر والبطالة أو حتى الديون الغارقة. تجد نفسك يعني غارق في الديون وما في أي فكرة، ما في أي طرق إبداعية أن تتخلص من هذا الوضع. خليني أحكي لك بعض النقاط والخطوات بإذن الله العملية اللي حتساعدك على إنقاذ نفسك من هذا الوضع، وإن شاء الله تستفيد من هذه الخطوات. لكن بحكي لك أنه ضروري أنه تشترك في قناتي وتعجب بهذا الفيديو، لا تحاول أنه تدعمنا إن شاء الله ونشر العلم والقيمة والمعرفة. خليني أبدأ معك في أول الخطوات، لكن يعني بتشرف بإشراك القناة والإعجاب بهذا الفيديو. والخطوة الأولى هي أن تكون لديك النية والصدق والعزيمة والرغبة الجامحة أن أنت تتخلص من هذه الديون. طبعا يجب أن تلجأ إلى الله عز وجل، يعني لأنه هو إن شاء الله اللي بيسهل لك الطريق أنك تتخلص من هذه الديون، وتكون عندك نية صادقة وأكيدة بإذن الله أنه يخلصك ربنا من هذه الديون. ودائما تلهج بالدعاء لله عز وجل يوميا أنه أنت إن شاء الله يعني يجعلك من الأغنياء ويخلصك من هذا الدين المقيت. لأنه يا جماعة الدين هو هم يعني بصراحة في الليل وفي النهار، فإن شاء الله ربنا يخلص جميع المديونين من هذا الدين ويجعلهم من الأغنياء بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للنقطة الثانية فهي لماذا أصبحت مديونا؟ فكر يا جماعة في الأسباب اللي خلتك مديون. ما هي الأسباب أو جذور المشكلة اللي جعلتك أنه أنت تكون مديون أو في هذا الوضع المتردي الاقتصادي؟ عشانك بحكي لك فكر في الأسباب. طب ليش أنا من الضروري أن أفكر بهذه الأسباب حتى أنه أنت تتفادى هذه الأسباب في الخطوات القادمة أو في الحلول لهذه المشكلة؟ تمام، إذن جيب ورقة بيضاء وحاول تكتب ما هي الأسباب اللي جعلتني مديونا وفي هذا الوضع المالي المتأزم. والنقطة الثالثة وهي قرر ألا تستدين. خليني أحكي لك أنه أكبر وأجمل خطوة هي أنه لازم قرار صارم من الداخل وواعي من العقل أنه أنت لا دين بعد هذا اليوم وبعد هذه الحلقة. لأنه من المهم والضروري أنه أنت اليوم لا تستدين ولا تراكم العبء المالي عليك حتى تحاول أنه تتخلص منه. طبعا جماعة حتقول لي هذه فترة صعبة حتكون مالية جدا، لكن بحكي لك هذه فترة إن شاء الله تكون صعبة ولكن حتعدي وحتنقذك إلى الوضع الأجمل والمثالي اللي أنت يعني تصبح فيه بلا دين. إذا لازم تتحمل مسؤولية نفسك وأنه ألا تستدين، تضع قرار صارم من اليوم يعني أنه أنت ما تستدين من أي أحد مهما كلف الأمر. بالنسبة للنقطة الرابعة وهي أنه لازم تتعلم يا جماعة أسس وأصول الإدارة المالية لفلوسك. يعني خليني أحكي لك، رشد اليوم نفقاتك، رشد مصاريفك، ما تحاول تكون مبذر يا جماعة. لازم تتعلم أسس ونظام الإدارة المالية اللي بيجعلك يعني أنه أنت ما تصرف زيادة عن اللازم أو ما تنفق الكثير. خليني أحكي لك يعني هناك بعض المقاييس والمؤشرات للإدارة المالية الصحيحة، مثل يعني أنه 10% للإدخار، 10% للاستثمار، 45% للمصروفات الأساسية والضرورية للأسرة الشهرية مثلا، 5% للتعليم، 5% للصدقة، وهكذا. في نسب مالية جماعة لازم أنت تتبعها وتقيد نفسك فيها، لأنه أنت لو ما عملت هيك حتبقى غارق في هذه الديون. وصلنا معكم للنقطة الخامسة وهي اكسب المزيد من المال، وذلك من خلال عدة وسائل. ممكن يكون يا جماعة عمل إضافي لجانب وظيفتك الأساسية، أو مثلا تعلم مهارة جديدة أو تعلم مهارة معينة مطلوبة في العام مثلا 2022، ابدأ مشروعك الخاص. وحكينا عن بعض الأفكار المشاريع البسيطة جدا اللي أنت ممكن تبدأ بها. في عندي فيديو يا جماعة الشورت ريلز، هذه يعني مهم جدا أن تشاهد بعض الأفكار الصغيرة واللي ممكن تبدأ فيها مشروعك الخاص البسيط. تمام، إذا لازم تتعلم كسب المزيد من المال حتى تتخلص من هذا الوضع والديون اللي أنت غارق فيها حتى هذه
الله. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لآخر نقطة وهي الصدقة، وهذه يا جماعة مهمة جدا وبأكد عليها. خليني أحكي لك أنه ما في إمكانية رجل غني يا جماعة إلا أنه يتصدق، لو بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني حتى يا جماعة غير المؤمنين بهذا المبدأ صدقني تجدهم يتصدقون بشكل غير مباشر، لأنه الصدقة يا جماعة تطفئ غضب الرب، وأيضا الصدقة بتخليك غني لأنه أنت مش بحاجة المال فبالتالي تتصدق فيه. هذا يعني خلينا أحكي لك يعطيك شعور بعدم التعلق والتمسك والجري واللهث وراء المال، لأنه من الضروري يا جماعة اللي بيحتاج شيء ما بيجري وراه، لازم هو يعمل العمل الصالح والجيد اللي هذا الشيء يأتيه، فاجعل المال يأتيك. وخليني أحكي لك يعني الصدقة هي من أجمل الأشياء اللي أنت بتمارسها لأنه بتحس فيها بمعنى العطاء وبمعنى عدم الحاجة، فضروري جدا يعني هذه الصفة تكون موجودة فيك، وهذه طبعا صفة لرضا الرب يا جماعة، وإن شاء الله ربنا يتقبل دعاك وربنا يتقبل هذه الصدقة لأنه أنت بتعمل خير. وخليني أحكي لك يعني ما في خير بيروح، لازم هذا الخير يرجع لك بأشكال مباشر أو غير مباشر، إنه ربنا يخلصك من هذه الدنيا إن شاء الله تعالى ويبارك لك في مالك ويزيد من هذا المال ويوفقك في أي مشروع أو في أي وظيفة أنت تبدأها من أجل التخلص من هذا الفقر أو هذه الديون اللي انت غارق فيها حتى هذه اللحظة. وبنصحك بنصيحة مهمة جدا، تعلم إدارة المال بشكل جيد لأنه هو السر اللي هيخليك إن شاء الله من الناس اللي بفروا هذا المال ويدخروا أيضا ويستثمروا بشكل الجيد. وأخيرا بتمنى يكون هذا الفيديو عجبك بإذن الله تعالى، ولو عجبك طبعا ما تبخل علي باللايك وتشترك في هذه القناة تحكي لي ما هي الأشياء اللي عجبتك في هذه يعني الحلقة، وحكي لي يعني في التعليقات، ما تحرمني يا جماعة من تعليقاتكم، لأن تعليقاتكم ونقدكم البناء هو اللي بيطور من محتوى الحلقات اللي احنا نرفعها على هذه القناة. خلينا أشوفك في فيديو جديد وإن شاء الله نلقاكم على خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.